أمام الباحة الرئيسة لوزارة الزراعة الرومانية، يجتمع الفلاحون في بوخارست مرة كل عام ليعرضوا منتجاتهم ورقصاتهم وأزيائهم التقليدية. النساء بطلات المشهد، هن اللاتي يقصدن العاصمة من قرى الجنوب والشمال ليعرضن فنونهن في سوق الفلاحين ببوخارست. تعد الأسواق بمختلف صنوفها جزءاً من معالم أي مدينة في العالم، وتتميز بعض المدن بأسواقها الفريدة والغريبة في بعض الأحيان. ولمدينة بوخارست سوق فريدة من نوعها تعرف بسوق الفلاحين، تقام مرة واحدة في الشهر أمام مبنى وزارة الزراعة الرومانية. دفعنا الفضول للبحث عن هذه السوق التي يطلق عليها أهل بوخارست بسوق الفلاحين. يتجمع الفلاحون ومنتجو الأغذية والصناعات التقليدية من مختلف القرى الرومانية أمام الباحة الرئيسة للمبنى التاريخي الذي يضم وزارة الزراعة لعرض منتجاتهم التقليدية. ميزة هذا التجمع أن كل قرية أو مجموعة جلبت معها فلكلورها من المنشدين للأغاني والرقصات الشعبية، وهم بهذا جعلوا من السوق فسحة فولكلورية تتجدد كل شهر. السوق على أنغام الأغاني الرومانية الفولكلورية الحية التي تؤديها النساء القادمات من قرى الجنوب أو الشمال. اسمي باسيل وأنا من مقاطعة إركيز في شمال رومانيا. هذه المقاطعة الجبلية التي سوف نقدم اليوم في الكلورها الشعبي من الأغاني والرقصات التي تمثل تراثا يعود إلى 300 عام، وتحكي هذه الرقصات والأغاني قصصا عديدة من الفلكلور الروماني، وغالبا ما كان الرجال أو النساء في السابق ينشدونها عندما يكونوا بعيدا عن الأهل والديار وأثناء الحروب أو في المناسبات العديدة. الآلات الموسيقية التي تشاهدونها اليوم تم صنعها في الجبال بالطريقة التقليدية، وهي من رموزنا الفلكلورية التي نسعى أن يتعلم أبناؤنا طريقة العزف عليها لكي لا يندثر هذا الإرث الثقافي. السوق هو مهرجان فولكلوري بامتياز، ففي كل ساعة هنالك نشاط فولكلوري موسيقي أو رقص شعبي، ويعد فرصة للتعرف على الحرف والصناعات التقليدية الرومانية. مرحبا، أنا جون رودوس، أعمل نحاتا على الخشب وحرفي صناعات تقليدية من قرية نيكشورا في رومانيا. كما تشاهدون حول الكثير من المنتجات التقليدية التي أقوم بصناعتها من الخشب كالملاعق وأدوات أخرى تستخدم في الحياة اليومية كديكورات، وأيضا أقوم بنحت الإيقونات الدينية. ورثت هذه الحرفة من عائلتي التي تمتهن صناعة الأدوات من الخشب والحفر عليه وزخرفته، وهي حرفة شائعة في الريف الروماني. هذه الملعقة الخشبية المنحوتة التي بيدي نموذج منسوخ من أعمال النحات الروماني كونسنت براكوزي،
فأنا من المعجبين بهذا النحات وأحاول أن أقلد بعض منحوتاته في أعمال الخشبية لكي أعطيها بعدا جماليا. إذا أردت الحديث عن أقرب الأعمال إلى نفسي فإنني أعتبر عمل الإيقونات الخشبية من أقرب الأعمال التي أجد سعادة في نحتها، وهذه الأيقونة التي تمثل السيدة العذراء والسيد المسيح من أحب ما قمت بنحته، وهي قديمة وعمرها الآن أكثر من 15 عاما. أنا لا أرغب ببيعها، هي للعرض فقط. تعرف رومانيا بأنها بلد زراعي، يكثر بها مربو النحل، وهي من كبار مصدري العسل بأنواعه، لذلك احتل العسل ومنتجاته المساحة الأكبر من السوق، وعرض المزارعون أنواعاً مختلفة منه، وقد جلب أحد المزارعين جزءاً من الخلية كي يعرضها على الناس ليشاهدوا كيف يعيش النحل داخل عالمه الغريب، وقد دفعنا الفضول للبحث عن الملكة بين آلاف النحل في الخلية، ولم يدم الوقت طويلاً حتى عثرنا عليها. هي تتميز بوجود دائرة خضراء على ظهرها، وهي أكبر حجماً من الأخريات. إذن ها هي الملكة. أنا وزوجي نعمل كمربيين للنحل، ولدينا أكثر من 200 خلية كبيرة، ونقوم بإنتاج العسل الطبيعي بمختلف أنواعه، وأيضاً منتجات العسل الأخرى مثل الغذاء الملكي وحبيبات اللقاح المعروفة بخبز النحل، وهي مكملات غذائية صحية. في هذا السوق نقدم النصائح للزبون حول استخدام العسل وأنواعه، فليس كل العسل يأتي من الزهور، فهناك أنواع تأتي من الأشجار كعسل الكستناء وعسل الفواكه، وهو يختلف من حيث اللون والنكهة والفائدة الصحية. أنا من قرية صغيرة تدعى كولكوتا في رومانيا. نحن نصنع المشروبات التقليدية الرومانية، نستخلصها من الفواكه كالتفاح أو العروط أو الكرز، وهذه المشروبات تكون طبيعية، كما نستخدم طريقة فنية خاصة بنا في صناعة القناني، وغالبا ما تكون بأشكال مختلفة ذات أبعاد جمالية تصلح لكي تكون ديكورا داخل المنزل. على سبيل المثال، هذه القنينة المزودة بصنبور للشرب أو غيرها من التصاميم الخاصة والتي يرغب الزبون باقتنائها لغرض الديكور أيضا. أنا من بوخارست، أتي إلى هذا السوق بشكل منتظم كل شهر لكي أشتري ما يلزمني من المنتجات الطبيعية، سواء العسل أو الجبن أو المربيات المصنوعة بالطريقة التقليدية وبعض الأطعمة، وأيضاً هو فرصة للتمتع وسماع الموسيقى والأغاني الشعبية. سوق الفلاحين يتفرد بكونه يتجدد كل شهر، سواء بالمنتجات التقليدية أو بالتراث الفلكلوري. هذا ما يجعل منه السوق الوحيد الذي يجمع ما بين تسوق المنتجات الطبيعية والتمتع بالفلكلور الروماني.